يعني مره بدا صراخ ويدافعوا الى ما جاء وجدوا الغرب انتخاب وهيئه كبيره لها يعني جاء منطقه جديده نوعي جاء باحد الجنرالات تاع سفاح كبير جاء فهو هو سفاح ايضا تحدث جاء بجنرال شعر هذا جنرال شعر كان طيار شارك في العدوان على العدوان الثلاثي على مصر وعنده افكار يعني تاع الخصوصيه واختاره جنرال دوغول وقال له نعطيك كل الامكانيات واقضيك على ما يسمى بالثوره. اذا لماذا؟ لان الثوره كانت في ذلك الوقت ما بين مرحلتين شكون اللي يحصل على الشعب؟ شكون هو اللي يجي مع الشعب؟ يا ترى الشعب يجي مع الثوره والا يجي مع الفرنسيين. فرنسا لما جا دوغول راهي كانت ثروتيان فورس حركه هذيك الجيوش خاص سماها الاسلوب في الدايس وغيرها جا فيها الوالون ولكن في المرحله الاولى هذه اللي نتكلم عليها انا جاءوا بعالم كبير اللي هو جاك سوستان هذا ماذا بيا اللي كان طلب على كروح على خاطر عنده افكار هو استعماري سامبوليست قلب الوطن